هذه كنت راح تمتلك فيه في تورنتو جوا احكي ليش فما تاو وش عندك ايش ما عندك ايش باش تجدد مع الكلوب مش بتجدد فما نيغوسياسيون بدير تولي بي بو لاستان كل شيء معناتها فلو مازال ما حكيناش في الموضوع وديجا طاولت معناتها البطوله ولات في جوسكو 31 سبتمبر هكاك دونك الكونترا نتاعي ديجا يوفى في 31 سبتمبر مش 30 جوان ونصور من الاخر عام نحكي معاهم وان شاء الله نجدد العقد الى حد الان فماش حتى كلام على جديد عقدك معناها حكينا معناتها ماما كيك شوز فيت في معناتها مش مع شكون حكيت الرئيس شكون؟ حكيت مع مسؤول مش مع رئيس مزيك ما حكيت حمزه وسلاتي وان شاء الله على قريب معناتها ناخذ معاه فما اتفاق مبدئي متفاهمين على اهم ليني معناها على الاقل لا لا غني قلت لك جوج حكينا فيت في معناتها مش حاجه ما حكيناش على الفلوس ولا على النومبو داني ولا مازلنا ما حكينا حتى شيء كيما قلت لك حكيت نتاع تحب ولا ما تحبش صحيح قلت له معناتها ماذا بيا واحد في الكلوب جاي 100 دونك من الاخر عام نصور نتفاهم ما عملتوش رانديفو حاجه لا مازلنا مو خاطر لازم خويا يجي معناتها نقعدوا مع بعضنا الكل فهمت مع الكورونا واحد ما نجمش يجي طبعا دونك نفهموا عندك ماذا بك تكمل معناها بالطبيعه جاي 100 في الكلوب ومعناتها رحت في الكلوب جامعه كبيره دونك لي سنتان داز ان كلوب ميتيك حاجه كبيره برشا معناتها اسمي نجم يقعد معناتها في تاريخ الكلوب صحيح كيما كل ملاعب في الفتره هذه في نهايه عقده فما ديزوف اكيد فما جمعيه تكلموا فما اعطينا منين الجمعيه فما من تونس فما من برا زاد فما كلكم زيكيب معناتها من اسبانيا وان شاء الله اسبانيا ديفيزيون الاولى ثانيه دو نجم نعرفوا الجمعيه شنو هي نعم في اسبانيا مش يسمعوا فينا نورمال خليها على العرب باهي انت كان فما حاجه معناتها في فرنسا ديفيزيون 2 فما حاجه سمعت معناتها فما مش نقول لك فما اما غير دو كونكري معناتها مش حاجه جوست كلام معناتها صحيح ديفيزيون 2 هكا اي فما اما من بعد ان شاء الله معناتها كما قلت لك واحد نتفاهم مع الكلوب ديجا وعلاش كان معناتها ما صارش معناتها مفاهمه بيناتنا نخرج نتصور كل ملاعب يطموح اوروبا انت شنو تشوف الحاجات؟ عندي دي بروجي معناتها سبورتيف تخي تخي او معناتها ان شاء الله كمان نخدم على روحي ونخرج اما لازمني نعرف كيف لازم نتصرف وقتاش نخرج ومش هكاك حتى ما نحبش نمشي للجمعيه وما نعطيش ونخرج فهمت؟ مازلت ما عطيتش شيء للكلوب معناتها لي كاباسيتي نجم نعطي للكلوب نعرف نجم نعطي برشا للكلوب ان شاء الله نكمل كيما قلت لك نتفاهم معاهم و ان شاء الله علاش لا واحد بعد ما معطي له كلوب يخرج من تونس شنو هي الجمعيات؟ من تونس؟ اه برشا اي شنو مثلا؟ خليهم برشا انا اللي سمعت الاسبيرونس فما حاجه ما نعرفش انا ما بتيت فما ما جانيش معناتها من الكلام ما جانيش لي انا فهمت قال اما الله كلم اخوك الله لا يا اخويا ما تسويش هو اخوك لاجون تاعك اي اخويا لاجون تاعك ليتوال ما جا قالوا ما تجيو اما ما قالوا لي شكون اللي قال لي انا من اللي قالوا عبيد قالوا عبيد الله اعلم ايوه انت تعطيني صحيح انا ما عطاونيش لي انا ما كلمنيش حتى حد ما كلمني حتى حد ما شكون اللي كلم عبيد صحيح ماشي ليتوال صحيح ماشي ليسبيرونس صحيح ماشي جمعيات فما شكون كلموك من تونس لا حتى جمعيه لا حتى جمعيه هذا صحيح هذا ظلم فيه انا عطيتك الصحيح انا باهي اليوم في الشارع ظهري ولات عندك بلاصه باهيه عند الببليك كيفاش تعاملوا معاك واجد والله جمهور هو يحبني جمهور الكلوب يحب دونك حتى كي معناتها كي يعرفوني في البرا راهو يفرحوا بيا ومعناتها وان شاء الله انا من جهتي انا نعرف كيف نفرح سوغ تيغان